بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن موضوع يهم أي مهندس كهرباء، خصوصا المهندسين اللي بيدرسوا في المجال بتاع الـ Distribution System. موضوعنا هو السيركت بريكر. السيركت بريكر عموما هو طبعا معروف إن هو ديفايس وظيفته إن هو يحمي الدايرة الكهربية بتاعتي من ارتفاع التيار. ارتفاع التيار ده اللي هو غالبا بيكون ناتج عن حدوث شورت سيركت عندي في الدايرة لأي ظرف من الظروف. السيركت بريكرز عموما بتنقسم لنوعين. النوع الأولاني اللي هو المستخدم في الميديوم فولتج، اللي هو بيسمى الباور سيركت بريكر. الباور سيركت بريكر ده عبارة عن سيركت بريكر مش ما يقدرش يعمل تريب للدايرة إلا لما ياخد سيجنال من دايرة كنترول خارجية. يعني ببساطة كده أنا لازم يكون عندي ريلاي بيحس بارتفاع التيار في السيستم عندي، فيروح يدي سيجنال للسيركت بريكر بحيث السيركت بريكر ده يعمل تريب للدايرة. والنوع ده احنا مش هنركز عليه دلوقتي في الكلام، لان احنا هنتكلم عن النوع التاني. النوع التاني ده اللي هو اللو فولت سيركت بريكر، اللي هو بيقدر يعمل لي الخاصيتين. هو بيحس بارتفاع قيمة التيار ده، وكمان بيعمل تريب للسيركت. اذا هنا في احنا كده عرفنا ان اي سيركت بريكر بيستخدم في ناحيه في اي لو فولتج ديستريبيوشن سيستم هو فيه خاصيتين. هو بيقدر يحس بارتفاع قيمه التيار، بالاضافه لكده هو كمان بيعمل تريب للدايره. يعني هو بمعنى صح سيركت بريكر ما بيحتاجش دايره كنترول خارجيه، ومش بيحتاج سيجنال تجيله من بره من اي ريلاي او اي ديفايس تاني من بره. قبل ما نبدا نقول الانواع الرئيسيه عندنا في اللو فولتج سيركت بريكر، في بعض البروبرتيز كده المشتركه اللي هي موجوده تقريبا في كل اللو فولتج سيركت بريكرز عايزين نوضحها الاول قبل ما نبدا. عندنا مثلا اول حاجه الامبير تريب، وده بيوضح لي قيمة التيار اللي أنا ظابط عليها السيركت بريكر، اللي هي لو قيمة التيار في الدايرة وصلت للقيمة دي يبقى كده المفروض إن السيركت بريكر ده يعمل تريب للدايرة على طول. تاني حاجة الأمبير فريم. الأمبير فريم ده أكبر قيمة أقدر أنا أظبط عليها السيركت بريكر فيما بعد، بحيث برضو يعمل تريب عندها. بس ده بيبقى في حالة التوسعات، او ان انا عندي سيركت كانت حملها برقم معين وجات في المستقبل زادت، فانا عايز اعمل ادجاست للسيتنج بتاع السيركت بريكر ده علشان يبقى قيمة جديدة. فالامبير تريب والامبير فريم هما الاتنين دول بيتحسبوا، او انا بقدر اعرفهم من خلال الديزاين، من خلال ان انا لازم اعمل كالكوليشن لللود بتاعي وللبانلز بتاعتي وللوحات، بحيث اعرف ان انا عاوز سيركت بريكر ليه امبير تريب كام وليه امبير فريم كام. وبكتب كل ده عندي في الشيتس او في الكالكوليشن بعد ما اعمل شغل الديزاين بتاعي. تاني خاصيتين عندي في الخصائص المهمة بتاعت السيركت بريكرز، الثيرمال والماجنتيك بروتكشن. دول النوعين الرئيسيين اللي على اساسهم السيركت بريكر بيعمل تريب للدايرة. الثيرمال بروتكشن اللي هو البروتكشن اللي بتتم عن طريق التأثير الحراري لمرور التيار. يعني بمعنى صح لو عندي سيركت بتسحب تيار معين، فجاء التيار ده زاد
زاد شوية عن المعدل الطبيعي هيحصل ارتفاع في درجة حرارة الكوندكتور اللي ماشي في التيار، فالسيركت بريكر هيحس بارتفاع درجة الحرارة ده، وعن طريق باي ميتاليك التريب هنشوفها بعد شوية يقدر يعمل تريب للدايرة ويفصل الحمل فورا. تاني نوع من البروتكشن اللي هو الماجنتيك بروتكشن، ده البروتكشن من اسمها يعني اللي بتحصل او بتتعمل نتيجة للتأثير المغناطيسي بتاع التيار، يعني لما يحصل شورت سيركت بقيمة تيار عالية جدا بيكون في ميكانيزم جوه السيركت بريكر عن طريق كويل وكونتاكت. اول ما بيحصل ارتفاع فجائي لقيمة التيار الكويل ده بيسحب الكونتاكت ويعمل تريب للدائرة على طول. بعد كده عندي خاصية اللي هي الادجستابيليتي بتاعة السيركت بريكر، زي ما ذكرنا في الخاصيتين اللي فاتوا عندي ثيرمال وماجنتيك بروتكشن. ممكن في سيركت بريكر اللي بيكون فيها قيم الثيرمال والماجنتيك بروتكشن ادجستابول، يعني انا اقدر اغيرهم من خلال ازرار معينة او مؤشرات موجودة في السيركت بريكر من بره. وفي انواع تاني نون ادجستابل، هي بتيجي يعني بتيجي بقيم ريتد معينة انا بختارها وبعد كده مش هقدر اغير فيها، وده بيكون على حسب نوع السيركت بريكر. عندي الخاصية اللي بعد كده اللي هي الانستاليشن ميثود اوف سيركت بريكر اون بانل بورد، ده اللي هو بيعبر عن طريقة التثبيت بتاعة السيركت بريكر، برضو على حسب نوعه بيتحدد اذا كان هو هيتركب ثابت في البانل في لوحة التوزيع يعني بشكل ثابت ما بيتحركش من مكانه، ولا هو في نوع تاني من في السيركت بريكرز اللي هي احجامها كبيرة بتكون ويزدروبل، يعني هي قابلة للسحب بيبقى ليها عجل كده من تحت وبقدر اسحبها لبره، ولو هعمل عمليات صيانة او مشابه وبعد كده ارجعها مكانها تاني. خاصية تاني اللي اسمها الكاتيجوري اوف سيركت بريكر، دي الكاتيجوري دي بتعبر عن الديلي تايم في السيركت بريكر، يعني هو هل السيركت بريكر ده علشان يعمل تريب هل هو هيكون ليه ديلاي تايم ولا بيشتغل على طول كده فوري انستانتينيوس من غير اي تايم من غير اي ديلاي تايم. فهما ليهم اتنين كاتيجوري رئيسيين، كاتيجوري A ده اللي هو السيركت بريكر اللي ملوش اي تايم ديلاي، والكاتيجوري التانية B دي اللي بيكون ليها تايم ديلاي. وطبعا كل الخواص اللي احنا اتكلمنا عنها دي بتكون مكتوبة على النيم بليت بتاعة السيركت بريكر. هنبدأ نتكلم عن الأنواع الرئيسية للسيركت بريكرز المستخدمة في اللو فولتج ديستريبيوشن سيستم. أول نوع معانا وأبسط نوع أو يعني أصغرهم في الحجم هو المينياتشر سيركت بريكر، اختصاره MCB. النوع ده نشوف الأول هو المكان المفضل ليه في الديستريبيوشن سيستم، هو في المكان بتاع الداون ستريم. هنا عندنا ده رسم مبسط كده للديستريبيوشن سيستم، بيبدأ من محول بيغذي لوحة اسمها مين ديستريبيوشن بورد أو MDB. ال MDB دي طالع منها مجموعة من التغذيات أو من الكابلات، كل كابل رايح يغذي لوحة فرعية اسمها برانش بانل. فعندي هنا بالنسبة للمينيتشر سيركت بريكر أنا بفضل أو يفضل يعني إن هو يستخدم في تغذية السيركتس الرايحة لللود على طول، اللي هي بتسمى بالإند سيركت. يعني لما لو انا جيت في اخر السيستم وعندي دايره بتغذي مجموعه كشافات اضاءه او مجموعه سوكتات او ما شابه، مثلا غساله او سخان وهكذا او موتور،
بستخدم له المينيتشر سيركت بريكر. المينيتشر سيركت بريكر من حيث عدد الاقطاب هو ممكن يكون سنجل زي الشكل ده، او 2 بول او 3 بول، طبعا ده على حسب انا محتاج ايه. انا لو جيت استخدمت ده هستخدم لو استخدمت السنجل بول هدخل، يبقى انا بستخدم عندي دايرة سنجل فيز هدخل عليه الفردة اللاين من ناحية وتطلع من الناحية التانية. لو انا استخدمت التو بول يبقى انا هدخل عليه اللاين والنيوترال ويطلع من الناحية التانية. يعني بمعنى صح، لو السيركت بريكر عمل تريب يبقى هو هيفصل لي اللاين والنيوترال مع بعض علشان يعمل نوع من ليفل اعلى شوية من البروتكشن. في حالة طبعا 3 بول ده هستخدمه اكيد لو انا عندي دايرة 3 فيز او عندي حمل يعني 3 فيز، هدخل عليه الـ3 فيزات الار والواي بي مثلا ويطلعوا من الناحية التانية برضه. الشكل ده عندي بيوضح لي سيكشن جوه مينيتشر سيركت بريكر، بيوضح لي معظم الاجزاء المكونه ليه من جوه. بيبدا هنا من الاول من عند السبلاي تيرمينال. هنا انا بربط الكابل الاساسي بتاع اللاين من فوق بتاع الدايره، وهنا طبعا الجزء اللي هو الربط اللي هو بيربط عليه مثلا بمسمار او كده. بعد كده جوه في الجزء ده بيوضح لي نوعين البروتكشن اللي موجودين في ال MCB ده، اللي هو الماجنتيك بروتكشن، وفي من هنا من تحت باي ميتاليك ستريب دي اللي هي بتعمل الثيرمال بروتكشن. وعندي هنا الدراع اللي هو بيبقى طالع من بره السيركت بريكر اللي انا اقدر اسحبه لفوق وتحت بايدي، وبالاضافة لكده ده ممكن انا اعمله مانيوالي بارفع وانزل. وبالاضافه لكده كمان هو طبعا اوتوماتيك، لو حصل ارتفاع في التيار ووصل لغايه القيمه الريت بتاعه السيركت بريكر هو هينزل اوتوماتيك مع نفسه. وعندي بعد كده اللود تيرمينال اللي هي الناحيه التانية اللي بربط فيها الكابل بحيث اكمل الدايره واروح على الحمل بتاعي. عندي هنا جزء اللي هو غرفة إخماد الشرارة، معروف طبعا إن أنا لو جيت فصلت الدايرة عملت لها تريب وهي كانت شغالة لازم هيحصل شرارة، فهو الجزء ده مسؤول عن إخماد الشرارة اللي بتحصل لما أفصل الدايرة. عندي هنا في الصورة دي مثال لنيم بليت مكتوبة على سيركت بريكر من النوع المينيتشر سيركت بريكر. هنوضح بعض الرموز اللي هي مكتوبة عليه. أول حاجة دي طبعا اللي هو النوع اللي بيوضح لي التوصيل، إن هو اللي بيقول لي إن في طرفين أنا بقدر أدخل منهم تغذية السيركت بتاعتي، ودي الناحية اللي يطلع منها السيركت بالكابل من الناحية التانية. حاجة شبه السنجل لاين ديجرام يعني للكونكشن بتاع السيركت بريك. عندي بعد كده الارقام المكتوبه دي سي 16 ده اللي هو الموديل نمبر، وال 230 اللي هو طبعا الاوبريتنج فولتج اللي بيشتغل عنده، وال 10000 ده بيوضح ان ده اللي هو الشورت سيركت كاباسيتي اللي هنتكلم عنها حالا بعد شويه، اللي هو عايز يقول لي ان الشورت سيركت كاباسيتي للسيركت بريكر ده 10 كيلو امبير. بعد كده عندي البي المكتوبه دي معناها ان الكاركترستيك كيرف بتاع السيركت بريكر ده من النوع بي، وهنوضح بعد كده هو الكاركترستيك كيرف ده بالتفصيل. وبعد كده عندي الـ25 دي اللي دي هي الريتنج بتاع السيركت بريكر، يعني بمعنى صح السيركت بريكر ده بيعمل تريب للدايرة لما التيار يوصل لـ25 امبير. تكملة للي احنا قلناها حالا من شوية، الشورت سيركت كاباسيتي ايه هي؟ دي واضح ان هي دايما بيكون رقم بيقدر بالكيلو امبير، وده عبارة عن أقصى قيمة شورت سيركت اللي يقدر يستحملها السيركت بريكر في حالة حدوث شورت سيركت
من غير ما السيركت بريكر ده يحصل له دامج، بحيث بعد ما انا اقدر بعد ما السيركت بريكر ده يفصل واشيل المصدر بتاع الفولت اللي كان بيحصل واشغل الدايره، الاقي السيركت بريكر يشتغل معايا بشكل طبيعي من غير ما يحصل له اي دامج. اما بالنسبه لل كاركترستيك كيرف، ده بيبقى عباره عن كيرف بيوضح العلاقة بين ليه محورين. المحور الرأسي بيكون عبارة عن الزمن، التريب تايم اللي السيركت بريكر هيعمل عنده تريب، والمحور الأفقي بيكون من مضاعفات الريتد كارنت بتاع السيركت بريكر. بالنسبة للمينيتشر سيركت بريكر، هو ليه 3 أنواع رئيسيين من الكاركترستيك كيرف، وهنوضحهم حالا. زي المنظر ده كده، ثلاثة في عندي 3 أنواع من الكاركترستيك كيرف في المينيشر سيركت بريكر، هما البي والسي والدي، وهنوضح دلوقتي بالتفصيل من الأول ايه هو الكاركترستيك كيرف، وانا بقدر استفيد منه ايه، وامتى استخدم سيركت بريكر ليه كاركترستيك كيرف بي ولا سي ولا دي. يبقى زي ما قلنا ان الكاركترستيك كيرف ده بيكون حاجه خاصه بالمينيشر سيركت بريكر، المفروض ان انا لما اشتريه الاقي في الداتا شيت بتاعته بيوضح لي، بيكون مرسوم لي عليه نفس الكاركترستيك كيرف ده، بحيث يوضح لي بعض المعلومات المهمه اللي هتعرفني الريسبونس بتاع السيركت بريكر ده هيكون ازاي في الظروف المختلفة للتشغيل، في الاول ما انا اركبه عندي في السيستم بتاعي. زي ما قلنا برضو ان الكاركترستيك كيرف ده ليه محورين رئيسيين، المحور الافقي هو بتاع مضاعفات الريتد كارنت، والمحور الرأسي ده هو التريب تايم، يعني يوضح لي سيركت بريكر ده هيعمل تريب عند بعد كام ثانية. هنوضح هنا على مثال، زي ما قلنا كنا بنقول ان الكيرفات دي كاركترستيك كيرف ده ممكن يكون بي او سي او دي، هنوضح هنا على البي بعد كده نوضح الفروق ما بين الثلاثة. فعندي هنا اي كاركترستيك كيرف من الثلاثة هيكون فيه 4 ريجون رئيسيين. الريجون الاولانية رقم واحد دي اللي هي الكرنت، لو كان كرنت المسحوب في السيركت لو كان في الرينج ده السيركت بريكر اصلا ولا كأنه شايف حاجة ومش هيعمل تريب، ده اللي هو بيكون من الزيرو لغاية 1.13 من الريتد كرنت. بعد كده ريجون رقم 2 بتسمى الثيرمال تريب ريجون، دي بعد ما بتحصل اول ما التيار يبدأ يزيد عن 1.13 من 100 من الريتد كارنت، وبيبقى على حسب قيمة التيار اللي ماشية من مضاعفات الريتد كارنت هي كام، بقدر استنتج قيمة تقريبية للتريب تايم اللي هيفصل عندها السيركت بريك. بعد كده المنطقة الثالثة اللي اسمها ماجنتيك تريب ريجون، دي بتكون بقى بيبدأ السيركت بريكر يبقى أسرع شوية، يعني لم هنا أنا بدأت أعلى كتير في مضاعفات الريتد كارنت، يعني هنا أنا في الرينج بتاع من 3 لـ 5 من الريتد كارنت بتاع السيركت بريكر، ودي طبعا هتكون قيم كبيرة بالأمبير، وبناء عليه هيبدأ يزيد سرعة استجابة السيركت بريكر شوية، وهتلاقي ان احنا بدأنا ننزل هنا في قيم زمن برضو صغيرة جدا، بتتراوح ما بين 10 ثواني لغاية ما أبدأ أوصل لكسور من الثانية. بعد كده المنطقة الرابعة والأخيرة اللي هي اسمها انستانتينيا ستريب، اللي هو التريب الفوري،
الواضح كمان برضو من الكيرف ان هي قيم كبيرة جدا من مضاعفات الريتد كارنت، وعندها بيكون زمن الفصل قيم بتبدأ توصل للملي سكند، اللي هو طبعا حاجة طبعا بيكون فصل لحظي، لأن قيمة التيار بيبقى ما ينفعش إن أنا أستنى عليها تاني، خلاص لازم إن أنا أعمل تريب للفوري للدايرة، وبعد كده أبدأ أدور المشكلة على المشكلة اللي حصلت عندي في السيركل. ونفس اللي قلناه عن ال تايب بي او ال كاركترستيك كيرف من النوع بي، نفس الكلام ينطبق على تايب سي والتايب دي. كل الاختلاف بس معايا ان الاربعة ليجون اللي احنا شرحناهم هيتغير الازمنة بتاعتهم، يعني بمعنى صح انا هختار ال كاركترستيك كيرف بتاع السيركت بريكر اللي انا هشتريه على حسب نوع الحمل اللي موجود عندي في السيركت، لان انا كل ما نوع الحمل يتغير عندي هحتاج سيركت بريكر لي ريسبونس تايم يختلف عن النوع التاني. يعني مثلا لو انا عندي احمال اضاءة او احمال سوكيتات عادية، انا مش هحتاج سيركت بريكر يكون ريسبونس تايم بتاعه كبير، لا انا عايز اول ما قيمة التيار تعلى كتير عندي، تعلى بقيم من مضاعفات الريتد كارنت للبريكر، عايز اعمل تريب على طول للدايرة. لكن العكس لو انا عندي مثلا احمال زي المواتير او تكييفات او حاجات بتسحب ستارتنج كارنت عالي في الاول، يبقى انا لازم استخدم سيركت بريكر يكون عنده ريسبونس تايم عالي، او يعني ما نصح بيعمل تريب بعد زمن كبير، لان التكييف او الموتور لما هيجي يشتغل في الاول هيسحب تيار ستارتنج عالي، مش عايز اخلي السيركت بريكر يفصل عنده، فهحتاج هنا ان انا اجيب مثلا سيركت بريكر ليه كاركترستيك كيرف من النوع سي، علشان هو هيسمح لي بمرور الستارتنج كارنت العالي ده في البداية من غير ما يعمل تريب للسيركت. يبقى الخلاصة ان التايب بي من المينياتشر سيركت بريكر بيفضل في الاحمال الريزيستيف او اللي ليها يعني باور فاكتور عالي، زي مثلا السخانات او احمال الاضاءة والسوكيتات. بعد كده عندي التايب سي يستخدم مع المواتير، والتايب دي يستخدم مع الهاي اندكتيف لودز زي الاحمال اللي هي فيها دوائر باور الكترونكس. ملحوظة اخيرة في الكاركترستيك كيرف ده، لو تلاحظوا طبعا هو عبارة عن كيرفين مرسومين بالمنظر ده وموازيين لبعض في ما بينهم شيفت، والسبب في كده ليه؟ لان القيم اللي انا بقدر استنتجها من الكيرف ده عبارة عن قيم تقريبية، فعلشان ممكن القيم دي اصلا يكون ليها سماحية او ممكن تتراوح ما بين قيمة للتانية، فالمصنع علشان يأمن نفسه وهو بيعمل الكيرفات دي بيعمل ما بينها كده رينج، بحيث لو انا مثلا عند اي قيمة من الريتد كارنت بيديني رينج للزمن، يعني مثلا ما بين 10 ثواني وما بين 15 ثانية هيحصل التريب، بحيث مع ظروف التشغيل ممكن تختلف من مكان للتاني اقدر ادي لنفسي رينج اتوقع فيه التريب تايم هيكون بعد قد ايه، من غير ما اقيد نفسي بقيمة معينة. عندي بعد في الاخر كده شوية صفات جنرال في اي مينيوتشر سيركت بريكر. اولها ان عندي الماكسيموم ريتنج للمينيوتشر سيركت بريكر 125 امبير، وده يمكن سبب من الاسباب ان هو بيستخدم المينيوتشر سيركت بريكر ده دايما بستخدمه في الداون ستريم، يعني انا عندي لوحة توزيع فرعية بتغذي شقة او بتغذي محل مثلا او مكان مساحته محدودة،
بقدر استخدم له المينياتشر سيركت بريكر ده، لان هو ليه رينج في الطيب في الكارنت صغير شويه. اما بالنسبه للحمال الاكبر هينزل هيظهر معانا الانواع اللي هي هتيجي دلوقتي. خاصيه كمان ان هو المينياتشر سيركت بريكر ده نوت ادجاستبل، ودي حاجه بتناسب يمكن شويه المكان اللي هو بيستخدم فيه الداون ستريم. انا مش هفضل كل شويه في الشقة بتاعتي أغير في السيتنج بتاع مش سيركت بريكر، لا ده أنا عايز بس أجيب سيركت بريكر يحمي الأحمال دي لو حصل فيها شورت سيركت. أما الخاصية اللي بعد كده إن الماكسيمم شورت سيركت للمينيتشر سيركت بريكر هو 50 كيلو أمبير. أما بالنسبة للكاتيجوري، هو المينيتشر سيركت بريكر ده كاتيجوري ايه؟ يعني هو ملوش تايم ديلي، هو بمجرد ما بيحس ان ال في فولت بيفصل على طول. اما بالنسبة لل نوع التركيب في لوحة التوزيع، فهو من النوع الفيكسد اللي هو بيتركب في لوحة التوزيع من غير ما يتسحب او يتحرك من مكانه. بكده يبقى احنا تقريبا لمينا كل الخصائص والمعلومات المهمة المتعلقة بالنوع الأول من السيركت بريكرز اللي هو المينياتشر سيركت بريكر. هنبدأ دلوقتي ندخل على الأنواع الأكبر شوية في الحجم، وبتستخدم في ناحية الأب ستريم شوية، اللي هو المولدد كيس سيركت بريكر، والنوع التاني الاير سيركت بريكر. اختصاراتهم MCCB و Air و ACB. في الأول قبل ما نتكلم بالتفصيل عن النوعين دول، هنتكلم عن صفات مشتركة بتبقى موجودة على النيم بليت بتاع النوعين دول، سواء المولدد كيس سيركت بريكر أو الإير سيركت بريكر. أول حاجة اليو اي ده اللي هو يسمى الانسيوليشن فولتج، وده بيكون عبارة عن قيمة الجهد اللي يقدر يشتغل عندها السيركت بريكر، سواء كان MCCB او ACB، من غير ما يحصل له دامج للعزل بتاعه. يعني بمعنى صح، ده جهد يعتبر جهد اقصى جهد يعني يقدر يستحمله العزل بتاعه من غير ما يحصل انهيار للعزل. تاني حاجة جهد اسمه ريتد امبلس ويزستاند فولتج، واختصاره UIMB. ده بيكون عبارة عن اقصى قيمة امبلس فولتج يحصل للسيركت بريكر من غير ما يحصل له فيليور. يعني طبعا انا عندي، ممكن انا شغال في سيستم ممكن من يحصل اي ديستربنس فيحصل امبلس فولتج، يعني قيمة الجهد تعلى لقيمة كبيرة جدا في زمن صغير. فده بيوضح لي قيمة الجهد دي الكبيرة اللي انا السيركت بريكر يقدر يستحملها من غير ما يحصل له دامج. بعد كده في ريتد سيرفيس فولتج اليو اي، ده اللي هو النورمال فولتج اللي بيقدر يشتغل عنده السيركت بريكر. بعد كده عندي شوية بارامترز متعلقة بالكرنت، حاجة اسمها الاي سي يو، ده اللي هو الريتد التيميت بريكر بريكنج كاباسيتي، وده عبارة عن اعلى قيمة شورت سيركت يقدر السيركت بريكر يفصل عندها من غير ما يحصل له دمج. بعد كده في بارامتر تاني اسمه ICS، ده اللي هو ريتد شورت سيركت ديوتي بريكنج كاباسيتي، ده بيكون قيمة الشورت سيركت السيركت بريكر يقدر يعمل بريك عندها، يعني يقدر يفصل على القيمة دي 3 مرات
وما بين كل مرة والتانية مدة زمنية دقيقتين. يعني ببساطة كده الاي سي اس ده هو قيمة الشورت سيركت، لو حصل 3 مرات السيركت بريكر يقدر يفصل أثناء مرور القيمة دي، بس بشرط إن ما بين كل مرة والتانية مدة ما تقلش عن دقيقتين. كل ده من غير ما يحصل له ما يحصل للسيركت بريكر دامج. في غالبا بيكون في علاقة ما بين الاي سي اس والاي سي يو، بتكون مكتوبة على النيم بليت بتاع السيركت بريكر، وهو بيكون الاي سي يو بيساوي الاي سي اس في الداون ستريم ابليكيشن، يعني في الاماكن اللي هي في اواخر السيستم، وفي الداون ستريم بيكون الاي سي يو، او العكس في الداون ستريم بيكون الاي سي اس اقل من الاي سي يو. بعد كده عندي اخر بارامتر الاي سي دبليو اللي هو ريتد شورت تايم ويز ستاند كارنت، ده بيكون قيمة الشورت سيركت كارنت اللي هو لو مر لمدة ثانية واحدة السيركت بريكر يقدر يستحمله من غير ما يحصل له دامج. وبعد ما اتكلمنا عن البارامترز المهمة المشتركة ما بين ال MCCB وال ACB، هنبدأ نتكلم بالتفصيل شوية عن المولدد كيس سيركت بريكر ال MCCB. ال MCCB الأول نشوف مكان اللي هو بيفضل إن احنا نستخدمه فيه في السيستم، وهنشوف إن هو غالبا بيستخدم في حماية الكابل اللي رايح للوحة الفرعية. يعني بمعنى صح، انا لو عندي لوحة رئيسية بتغذي مجموعة من اللوحات الفرعية في الجزء ده، يبقى غالبا هلاقي ان المفاتيح او السيركت بريكرز اللي طالع من اللوحة الرئيسية هتكون من النوع ال MCCB او المينياتشر، او اسف المولدد كيس سيركت بريكر. المولدد كيس سيركت بريكر هنلاقي ان هو تركيبه معقد شوية كتركيب داخلي عن النوع اللي فات اللي هو المينياتشر سيركت بريكر، وكمان بطبيعة الحال هنلاقي ان هو كمان ليه ابعاد وبياخد حجم اكبر عندي في اللوح. وكمان من مميزاته ان هو بتخليه يستخدم في الاب ستريم او في اللوحات الرئيسية، ان هو عنده شورت سيركت كاباسيتي اعلى بكتير من المينيتشر سيركت بريكر، بتوصل ل 150 كيلو امبير. وطبعا انا بحتاج سيركت بريكر يكون ليه القيم الكبيرة دي، لان انا طبعا في الاب ستريم من الطبيعي ان القيم الشورت سيركت كارنت تكون كبيرة. من المميزات الموجودة في ال MCCB ان هو adjustable، يعني هو انا ممكن اجيب سيركت بريكر ليه ريتد معين، وبيديني السماحية ان انا لو السيركت بتاعتي الحمل بتاعها زاد، او انا كنت جايب موتور بحمل معين وجيت غيرته وحطيت موتور ليه حمل اكبر، ده بيتيح لي ان انا ازود السيتنج بتاع السيركت بريكر بحيث يستوعب معايا الحمل الجديد، من غير ما اروح اضطر ان انا ارمي السيركت بريكر ده واشتري واحد قديم زي ما انا هضطر اعمل كده لو كنت بستخدم مينياتشر سيركت بريكر. لكن لو انا عندي MCCB بيديني الخاصية دي ان انا اعلي او اقلل السيتنج بتاعته بحيث تتناسب مع ظروف تغير الحمل. ومن ال MCCB بيكون متاح منه النوعين، نوع adjustable ونوع non adjustable، بيكون جاي بقيم
ريتنج ثابته. وكمان ال MCCB بيستخدم في رينج من الريتنج بيوصل معايا لغاية 3200 أمبير. ونوع التركيب في ال MCCB بيكون دايما فيكسد زي ال MCB، يعني هو بيتركب في اللوحة ثابت من غير ما أقدر إن أنا أسحبه أو أحركه من مكانه، هو مجرد ما بيتربط مكانه خلاص، مش ما بيتحركش من مكانه. وزي ما قلنا ان هو في منه كاتيجوري A او B اللي هما ال تايم ديلاي، في حاجات منه ليها تايم ديلاي وحاجات من غير. عندنا في الصورة دي مثال لنيم بليت موجودة على مولدة كيس سيركت بريكر، هنلاقي ما عليها كل البارامترز اللي احنا كنا بنتكلم عنها من شوية. اول حاجة ال NSX250H ده الموديل نمبر او يعني الاسم بتاع السيركت بريكر. ال 250 اللي هي الريتد كارنت بتاع السيركت بريكر هنا. اما اليو اي اللي هو 800 فولت، ده اللي هو الانسيوليشن فولت اللي هو اعلى جهد يقدر يوصل له او يقدر يستحمله الانسيوليشن بتاع سيركت بريكر من غير ما يحصل له دم. اما اليو امبلس او اليو اي ام بي 8 كيلو فولت، ده اللي هو قلنا عنه الامبلس فولتج اللي ممكن تحصل ويستحملها السيركت بريكر من غير ما يحصل له دامج. اما هنا هنلاقي بعد كده في الجزء ده زي جدول في 3 بارامترز، يو اي اللي هو جهد الاوبريتنج فولتج، والاي سي يو والاي سي اس اللي احنا شرحناهم برضو من شويه. وهن زي ما كنا بنقول ان ممكن الاي سي يو والاي سي اس يا اما يكونوا متساويين يا اما يكونوا الاي سي اس اقل من الاي سي يو، بس هنا في الحاله دي في كل الحالات في كل جهود التشغيل هنلاقي ان الاي سي يو والاي سي اس متساويين على طول. والجدول ده بيوضح لنا قيم الجهد اللي يقدر يشتغل عندها السيركت بريكر، وعند كل قيمة جهد أو عند كل قيمة سيستم فولتج بيقول لي قيمة الاي سي يو والاي سي اس عند الجهد ده هيكونوا كام. وده هنا قيم الفريكوانسي اللي يقدر يشتغل عندها السيركت بريكر اللي هي 50 و60. واخر حاجه اللي هو كاتيجوري ايه اللي هو بيوضح لي ان السيركت بريكر ده هو ملوش ديلي تايم. بعد ما خلصنا تقريبا معظم المعلومات المهمه عن المولدد كيس سيركت بريكر، هنتكلم على نوع يمكن هو الاكبر من حيث الحجم في السيركت في اللو فولت سيركت بريكرز، وهو الاكثر تعقيدا وال بيحتاج عمليات صيانة أكبر وبيستخدم في الأماكن المهمة، اللي هو الإير سيركت بريكر. وهو من اسمه إير سيركت بريكر، يعني بيستخدم الهواء المضغوط من جواه علشان يعمل عملية إطفاء الشرارة اللي بتنتج عن عملية التريبنج اللي هو بيعملها. بالنسبة لمكان استخدامه في السيستم، فهو من بما ان هو بيستحمل معايا الريتنج العالي، فانا هستخدمه اكيد في اكتر مكان فيه قيم كارنت عالي جدا، اللي هو في الاب ستريم. يعني مثلا في المثال التوضيحي ده هنا انا عندي محول بيغذي لوحة رئيسية، فهاجي احط اير سيركت بريكر يحميلي اللوحة الرئيسية دي كلها. بعد كده الاير سيركت بريكر ده بيستحمل قيم ريتنج لغاية 6300 امبير، وهو من الكاتيجوري بي اللي هو بيبقى ليه تايم ديلي. ودايما في خاصية مشتركة في كل الاير سيركت بريكرز ان هي
withdrawable، يعني هو بيتركب في مكانه، وهو كمان بيكون قابل للسحب علشان تتم فيه عمليات الصيانة. في عندي هنا مثال لنيم بليت بتاعة اير سيركت بريكر، بتوضح لي اليو اي اللي هو الانسولوجن فولتج اللي قلنا عليه، اللي هو هنا 1000 فولت، وال امبلس فولتج 12 كيلو فولت، يعني هو بيستحمل لو حصل امبلس فولتج يستحمل معايا لغاية 12 كيلو. الريتد كارنت هنا 1000 امبير اللي هو بيوصل عندها، وهو هنا 3 بول. السيركت بريكر اللي عندي هنا 3 بول، يعني بيشتغل على 3 فيز. وعندي قيمتين للأوبريتنج فولتج هنا، بكل قيمة جهد بيقابلها الـ ICU بتاعتها، يعني يا إما 50 كيلو أمبير يا إما 65 كيلو أمبير. والـ ICS بيكون 75% من الـ ICU. أما بالنسبة للـ Withstand Short Circuit Current اللي هو الـ ICW، فهو هنا 50 كيلو أمبير لمدة ثانية واحدة. وزي ما قلنا إن هو كل الـ Air Circuit Breaker بتكون دايما كاتيجوري B، فهو هنا فعلا زي ما مكتوب على الـ Nameplate. آخر نوع هنتكلم عنه في الـ Low Voltage Circuit Breakers اللي هو الـ Ground Fault Circuit Breaker، أو اختصارا GFCB، ومن اسمه هو بيستخدم ليه مسمى تاني بالمرة اللي هو ايرث ليكج سيركت بريكر. وهو زي ما قلنا باين من اسمه ان هو انا بستخدمه علشان يفصل لي السيركت في حال حدوث اي تسرب ارضي للتيار، اللي هو غالبا بيكون بشكل اساسي لحماية الاشخاص اللي موجودين، ان هم لو حد لمس اي جزء كهربي وحصل في تسرب أرضي في السيركت فهو يحس بيها ويفصل لي السيركت فورا. فكرة عمله بتعتمد على ان هو لو انا استخدمه في السنجل فيز يقارن قيم التيار ما بين اللاين والنيوترال ويتأكد ان هما على طول زي بعض. اما لو لقي ان في ما بينهم فرق، ده بيدل على حدوث تسرب أرضي في الدايرة، يعني معنى صح في حد لمس جزء كهربي مثلا وحصل تسرب أرضي فهو هيروح يفصل الدايرة. أما لو أنا بستخدمه في دايرة 3 فيز، فهدخل عليه الـ3 فيزات والنيوترال بحيث هو يقارن مجموع الـ3 تيارات اللي ماشية في الـ3 فيزات ويتأكد إن هو بيساوي التيار في النيوترال. ولو لقي، وطبعا الطبيعي ان مجموعهم بيساوي صفر اللي هو جمع الاتجاه للـ3 فيزات، لو حصل بقى اي انبالانس او اي شورت سيركت او تسرب ارضي، هيكون في اختلاف في القيم وهيمر التيار في النيوترال، فهيروح هو برضه يفصل لي الدايرة. قيمة بقى التيار اللي بيحس بيها الـ GFCB، يعني اللي هي السنسيتيفيتي بتاعته، دي بتتقاس بالملي امبير، اللي هو في كام ملي امبير لو اتسربه يبقى الجي اف سي بي هنا هيروح يعمل لي تريب للدايره بتاعتي. ده اللي هو بيسمى السنسيتيفيتي بتاع الجي اف سي بي. القيم المشهورة للسنسيتيفيتي دي بتكون 10 ملي أمبير، ده اللي هو لو أنا بستخدمه مثلا في حاجة زي حماية السيركتس الموجودة في جوه حمامات السباحة، وممكن 30 ملي أمبير للسنسيتيفيتي لو بستخدمه في تطبيقات منزلية جوه البيوت، يعني مثلا في المطابخ والحمامات في الويت أرياز. وعندي قيمة عالية للسنسيتيفيتي اللي هي 100 ملي أمبير، ودي مش لحماية الأشخاص، دي أنا بستخدمها مع المعدات الكهربية أو الميكانيكية اللي موجودة في أماكن مكشوفة زي الأسطح بتاعة المنازل،
يعني لو عندي معدات محطوطة فوق مثلا زي كومبريسورز او اكزوست فانز محطوطة فوق السطح وعايز احميها من حدوث تيارات ليكج، فبستخدم جي اف سي بي يكون حاسس للسنسيتيفيتي بتاعته 100 ملي. الجي اف سي بي في العادي بيحتاج ان انا استخدم معاه كمان مينيتشر سيركت بريكر جنبه، بحيث جي اف سي بي يفصل الدايره لو حصل تسرب ارضي، والام سي بي يفصل الدايره لو حصل اوفر كارنت. ده الافتراضي، لكن في انواع موجوده من الجي اف سي بي فيها بتأدي الخاصيتين مع بعض او الوظيفتين مع بعض، اللي هم ان هو يفصل لو حصل اوفر كارنت، وكمان يفصل لو حصل ليكج كارنت متيار متسرب للارض. بالنسبة للشركات المشهورة بتاعة اللي بتصنع سيركت بريكرز، هي طبعا شركات كتيرة جدا، لكن اشهرها اي بي بي وشنايدر وباتشينو. بعد ما استعرضنا 4 انواع يعتبر هم تقريبا كل الانواع الموجودة في اللو فولتج سيركت بريكر، اللي هم المينيتشر سيركت بريكر والمولدد كيس سيركت بريكر والاير سيركت بريكر والجراوند فولت سيركت بريكر، هنتكلم سريعا عن الفيوز اللي هو تاني كومبوننت عندي بيقدر يقوم بالوظيفة بتاعة الأوفر كارنت بروتكشن. الفيوز ليه نفس فكرة عمل السيركت بريكر لكن بشكل أبسط. هو بيكون عبارة عن كوندكتور أو شريحة بيحصل لها انصهار لما بيمر فيها تيار عالي، وطبعا الفيوز بيكون ليه ريتنج زي السيركت بريكر بالظبط. يعني انا بشتريه بيكون مكتوب عليه كذا امبير، مثلا 40 امبير، فهو لو مر فيه 40 امبير هيروح ينصهر، وانا هحتاج كده ان انا استبدله او اشيله واحط فيوز جديد. يمكن من بعض مميزات في الفيوزات ان في منها انواع كتير بتكون اسرع من السيركت بريكر من حيث الفصل، يعني هو بيكون ليه ريسبونس تايم اعلى شوية، زي ما بيوضح لي هنا في الكيرف ده، بيقارن ما بين نوع من انواع الفيوزات وما بين مينيتشر سيركت بريكر 32. عندي هنا المينيتشر سيركت بريكر 32 امبير والفيوز 30 امبير، وهنا الكيرف ده بيوضح لي ان في الجزئية دي هيكون الفيوز عنده ريسبونس تايم او تريبنج تايم اعلى من ال آه اسف اقل من المينيتشر سيركت بريكر، وده معناه ان لو حصل شورت سيركت الفيوز هيفصل لي اسرع من المينيتشر سيركت بريكر. من مميزات الفيوز طبعا ان هو ارخص من السيركت بريكر من كتكلفة، فانا لو بحسبها من ناحية التكلفة ممكن في بعض الحالات اقدر ان انا استغنى عن السيركت بريكر واجيب مكانه فيوز. في نوعين رئيسيين من الفيوزات اللي موجودة في السوق. النوع الاولاني اللي هو اللي اسمه كارتريج فيوز او بالعربي خطوش، ده بيكون عبارة عن جسم اسطواني جواه الميتاليك ستريب اللي بيمشي فيها التيار، وجواها كمان شوية رمل علشان تعمل عملية الارك سبريشن او اللي هو الاخماد الشرارة اللي بتحصل اول ما افصل التيار من السيركت. العيب النوع الكارتريج ده ان هو مش بيقدر يفرق ما بين اللونج والشورت ديوريشن اوفرلود، يعني لو حصل اوفرلود صغير مدته صغيرة وخلص وانا ما كنتش عايز افصل الدايرة هيروح الفيوز يفصل لي الدايرة غصب عني،
لان هو كل اللي بيفهمه ان لو التيار وصل للقيمة الريتد بتاعته هيروح يفصل الدايرة بغض النظر عن نوع ارتفاع التيار ده كان مسموح بيه ولا لا. النوع التاني من الفيوز اسمه هاي رابشرنج كاباسيتي فيوز او اختصارا HRC فيوز. ده يمكن نوع اشهر شوية من النوع الاولاني، بيستخدم بكثافة اكتر، بيكون في جواه موصل من الفضة وبيستحمل قيم اعلى من الفولت كارنت، وكمان في خاصية زيادة او خاصية اضافية ان هو بيبقى فيه فولت انديكيتور، يعني لو هو فصل لي الدايرة بيدي لي انديكيشن ان الفيوز ده اللي موجود في اللوحة هو اللي عمل ترب للسيركت. اتمنى تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي قلتها في الفيديو ده، وان شاء الله اقابلكم في فيديوهات تاني بإذن الله. شكرا.